معقولة يا جونة؟ ماشي. مش عارفة يعني، ادوني ثانية واحدة. طب هحكي لكم قصة. طبعا أول حاجة، أنا زي ما قلت يوم الافتتاح، أنا كنا يوم عرض الفيلم كنا بنعرض فيلم من بلدي في بلدي، والنهاردة أنا بستلم جايزة عن فيلم من بلدي في بلدي. عشان بس نبقى عارفين أهمية مهرجان زي مهرجان الجونة، من سنتين كنا هنا. أنا ليا الشرف إني في الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان، بس دي مش كوتا، أنا عايزة ضمان انتشال أمير بشرى باشمهندس نجيب باشمهندس سمية، ده ضمان صح؟ الجوري ما حدش قال لكم حاجة، أي هو. كنت موجودة هنا كعضوة الهيئة الاستشارية العليا، معلش أنا متلخبطة، وكانت هند بوجامعة بسيناريو في السينيجونة اسمه نورة تحلم. واتكلمنا، وبعدين بعد شوية قالت وخدت مساعدة مالية، زي ما لولا قالت من شوية، خدت مساعدة مالية عشان تعرف تكمل الفيلم. وبعد كده قعدنا نتكلم وعملي كاستينج، عملت كاستينج وعملت الفيلم. واكشلي قبل ما نعمل الفيلم السنة اللي فاتت اتفقنا على الفيلم أنا وعماد مرزوق المنتج التونسي للفيلم في الجونة بحضور انتشار التميمي كمان أعتقد. فالمهرجانات اللي زي دي هي اللي بتخلينا نعرف نعمل أفلام، هي اللي بتخلينا نعرف أفلام بتحبوها. دي حاجة. تاني حاجة عايزة أتكلم عنها النهاردة، هند بوجامعة